بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم في كورس الـ ITIL version 3 Information Technology Infrastructure LPI. انا اسمي مؤمن هاني، مايكروسوفت ترينر سيستم انجينير، حصل على بعض السيرتيفيكتس ام سي سي اي 2003 ام سي اي تي بي والسي سي ان اي اسينشال والار اتش سي اي والسي اتش والسكيورتي بلس، يعني وليا بعض الحاجات دي مسجلها في فيديوهات قبل كده. طيب ده رقم التليفون بتاعي، ودي بعض الايميلات لو حد حب يتواصل معايا، وليها صفحة على الفيسبوك اسمها مايكروسوفت سيرتيفايد ام سي اي تي بي ايجيبت، دي خاصة بالكورسات يعني، او برفع عليها كل حاجة، ولو حد ليه استفسار او حاجة ممكن يبعتلي ان شاء الله. طيب بداية الكورس الـ ITIL ده هيبقى شكله عامل ازاي، وهبدأ اتكلم عليه دلوقتي واوصفه. هنتكلم على الـ version 3 qualification scheme، ده اول حاجة ان شاء الله هنتكلم فيها دلوقتي. الـ introduction، مقدمة كده قبل ما نبدأ في بعض الـ concepts. بعد كده الكورس اصلا بيتكلم بقى في خمس حاجات، الا وهم الـ surface strategy والـ surface design، surface transition، surface operation، continual surface improvement او CSI. طب ايه علاقة الـ surface بالخمسة؟ والله هو الكورس كله بيتكلم في surface اصلا. في الاخر خالص يعني هنتكلم الامتحان ايه هو وشكله شكله ايه، يعني شكله ايه، ممكن امتحنه ازاي، والكوست بتاعه والرقم الامتحان. طب ايه علاقه الخمسه دول بالسيرفس؟ يعني كلهم بيتكلموا في سيرفس، كل واحد بيتكلم في حاجه معينه. طب ايه الكورس اصلا بيتكلم على ايه؟ والله هو الكورس هنا بيتكلم على الاي جي سيرفس مانجمنت. يعني الكورس ده الاي تي اي ال ده كورس بيتكلم عن الـ IT Service Management، يعني ازاي تدير الـ Service بتاعتك. طيب اول حاجة عندنا الـ Version 3 Qualification Scheme. Version 3 Qualification Scheme هنتكلم فيها about الـ ITIL، نشوف ايه يعني الـ ITIL. Qualification Scheme بتتكلم على ايه؟ Version 3 Examination Institute، المعاهد اللي ممكن هي اكسبورت الشهاده دي للـ ITIL. طيب بدايه about ITIL، الـ ITIL دي اختصار لـ Information Technology Infrastructure Library. ايه طب يعني ايه الكلمه بتعني ايه؟ Information Technology الـ IT بتاعتنا. طيب Infrastructure ها Network وشبكات وكلام كده صح؟ طب Library مكتبه، ايه ده؟ هو ايه احنا هنحفظ ولا هنعمل ايه؟ لا والله الكورس يعني هو عباره عن مكتبه من الافكار الخاصه ببعض الناس اللي ليها اكسبيرينس عاليه جدا في الاي تي كواليتي سيرفيس كواليتي. خلاص الكورس ده ممنهج كده، خلاص بيوصف لك، بيقعد يكلمك عن الكواليتي اوف اي تي سيرفيس، كواليتي الايه للاي تي سيرفيس. تمام وطبعا هتكلم شويه في الكلام دوت، بس نخلص بس السلايد دي الاول. الـ ITIL ده بيقول لك was developed in 1980، يعني في الزمن ده، هو فعليا 89. خلاص يعني الأول الـ ITIL دي شوف من زمان بقالها كتير جدا. خلاص كان في زمان بيتكلموا عن الكواليتي، يعني في الستينات والزمان الحكومات بدأت تقول لك لا أنا عاوز عندي لما نيجي نتكلم على إدارة مانجمنت، أنا مش بتكلم في IT لسه، ما خدش في IT، انا بتكلم في مانجمنت، انا عاوز ادير مؤسسه اورجنايزيشن مثلا بتاعتي، فانا لازم احط بعض الستاندرد كده ده في حياتي، مش شاطر في المجال عشان اقدم سيرفيس كويسه جدا كواليتي عاليه، فبدا يحطوا بعض الستاندرد. بعد كده قال لك لا ده بقى في مجال اسمه اي تي انفورميشن تكنولوجي، والمجال ده بقى فيه سيرفرات وفيه دنيا. ده من تشوف من سنه كام. طيب احنا عاوزين نحط رول، فقال لك طب نعمل ايه؟ ها يبقى انفراستراكشر اي بي اي هنضيفها على الاي تي اي ال. تمام كده؟ ده في 1989. فبعد كده استلم الكلام ده في 1990 سي سي تي اي او سنترال كمبيوتر اند تيليكومينيكيشن ايجنسي. خلاص طبعا دي كل دي حكومات، يعني مش اي حد وخلاص. خلاص حاليا بقى والى الان اللي شايلها حاجه اسمها الاو جي سي، Office of Government Communications. خلاص دي في UK طبعا، خلاص الحكومة الأمريكية.
ال اي تي اي ال دي بتتكلم في ايه؟ يعني احنا قلنا ان هي بتتكلم عن الكواليتي اوف اي تي سيرفيس، صح كده؟ قلنا قبل كده كانوا بيحطوا كواليتي لكل حاجه، بيحطوا يعني ستاندرد كده لكل حاجه. فبعد كده لما قال لك في مجال اسمه اي تي، طب تعالى نحط له كواليتي بالمره، يلا مفيش مشكله. بس هنا النولج بتاعتها، او لما نيجي نتكلم في اي تي اي ال او في الكورس، لما هتشوف هتلاقي ان هو بيقول لك مثلا ايه، طب ازاي نشتري جهاز مثلا، ده مثال. طيب الكواليتي ايه عشان اشتري الجهاز؟ مش الجهاز ده بيقدم خدمة، صح؟ طب الكواليتي بتاعته ايه؟ والله دي مين اللي بيحددها؟ مش الكتاب طبعا، اكيد اللي بيحددها حضرتك والناس اللي انت بتتعامل معاها. وانت بتكتسب خبرة ازاي الا لما بتتعامل مع ناس كتير وناس عندها افكار اعلى منك واقل منك شوية او في مستواك او هكذا، صح كده؟ فانت بتكتسب منهم خبرة. يعني مثلا تيجي عاوز تشتري سيرفر، فانت ما اشتريش سيرفر خالص، فتقعد تسأل واحد تقول له انا عاوز اشتري سيرفر، فيقول لك انت عاوزه لايه، صح؟ فده واحد عنده اكسبيرينس فبيعلمك بقى، بيقول لك تعمل ايه، خلاص. فهي الاي تي اي ال دي بتتكلم في ايه؟ في مجال الاي تي مانجمنت، او اي تي سيرفيس مانجمنت. بس المنهج بتاعها دي فلسفة اصلا، خلاص. فلسفة قائمة على ايه؟ قائمة على الشيرد باي ذا بيبل هو ورك ويز ان اي براكتس. طيب يعني ايه الكلام ده؟ يعني المعلومات اللي احنا ممكن نكتسبها من بعض، شيرد انفورميشن تسميها كده، او بيسموه بابليك فريم ورك. بابليك فريم ورك تعني ايه؟ يعني سلة فاضية كده، وكلنا كل واحد عنده معلومة فبيبدأ يحطها في الجزئية دي. يعني ايه؟ احنا واقفين 10 مع بعض اهو، 10 افراد، وانا عاوز اشتري سيرفر، فبقول ايه رأيكم يا جماعة انا عاوز اشتري سيرفر، ها؟ فده ممكن يقول لي ايه انت عاوزه لايه، وده ممكن يقول لي ايه عاوزه بكام، كل واحد على حسب المعلومات اللي عنده. طب واحد يقول لي هاتوا اي بي ام، والتاني يقول له لا 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 هاتوا كومباك مش عارف ايه، اصل ده ليه كذا وده ليه كذا، فانت خدت بالك؟ فانا هنا عملت ايه؟ شيرد كونفجريشن، وبناء عليه ها انا بقى اللي في النص اللي كنتش فاهم حاجه خالص، طلعت اكتر واحد بيفهم في الناس دي كلها. ليه؟ عشان انا خدت معلومه من واحد واثنين لغايه تسعه، تسع افراد كل واحد عنده معلومه حتى لو هو بسيطه جدا، او ما اشتغلش كويس بس سمعها من حد قديم منه ولا مش عارف ايه، فخد معلومه فبدا يتكلم فيها، فاصبح ده اسمه ايه؟ بابليك فريم ورك، سله فاضيه كده ومربع فاضي، واحنا كلنا ها اللي معانا معلومه على حاجه معينه انا فتحت عليها الموضوع، فكل واحد عنده معلومه يبدا يحطها فيبدا اكتسب. عشان كده يقول لك ايه؟ المناقشه، المناقشه دايما بتدي معلومات، يا اما انت تطلع مستفيد او انا اطلع نطلع احنا الاثنين مستفيدين من المناقشات، خلاص. نقعد نتناقش مع بعض، هي احنا ممكن ندير الشركه دي ازاي، انا عندي فكره وانت عندك فكره، نحطهم على بعض يطلعوا فكره كويسه جدا تطبق، نحمي بيها المؤسسه بتاعتنا دي من ان احنا ندفع فلوس كتير من من الكوست ومن الايه الخسائر، من الريسك. هو ده بيتكلم على كده، خلاص. الاي تي اي ال دي دي اتعمل لها ابديت مرتين. الاول كان في الاي تي اي ال دي طبعا اللي كانت من ايام 89 و90 وكده، بدا يبقى في ايه من 2000 ل 2002 بقى كان في اي تي اي ال فيرجن 2، دي كان الامتحان بتاعها اسمه رقم 100، رقم الامتحان، خلاص. طبعا هنتكلم في الكلام ده في الاكزام وكده. بعد كده عملوا لها ابجريد تاني بقى في 2007 بقى فيرجن 3. تقول لي ايه ده احنا دلوقتي في 2012؟ هقول لك هي جددوها في 2011 وفي 2009 وكده. اما جددوا ايه؟ هما جددوا الماتيريال بس العناوين ثابته. يعني ايه؟ لما اجي اقول لك مثلا ايه الكونسبت بتاع الكواليتي سيرفيس في الفاينانشال مانجمنت او ديماند مانجمنت مثلا، فالكونسبت واحد بس انا عدلت عليه او ضفت عليه حته كده، في ناس قاعده كده ديفلوبمنت بتطور الكلام ده، فهو لا من خبرته في السوق كده لقى معلومه زياده فحطها جواه، بس هي مفيش عناوين اتجددت زي من فيرجن 2 لفيرجن 3. فيرجن 2 لفيرجن 3 في فرق شاسع جدا، في معلومات كتيره جدا، خلاص. وحاجات اتشالت وحاجات اتحطت والموضوع اتسهل شويه وهكذا. فهو هنا بيقول لك ايه؟ الاي تي سيرفيس لغايه الامتحان اللي انت بتمتحنه في فيرجن 3 بتاع اللي هو فيرجن 2011، يعني فيرجن 3 اللي هي اخر ابديت 2011، ده امتحان اعتقد 101 انا اتذكر يعني، تمام. فبيقول لك هنا هي بتتكلم في ايه؟ بتتكلم على اي تي سيرفيس مانجمنت 4، دي الاي تي اي ال. طب اي تي اي ال كواليفيكيشن سكيم، ايه الشهادات اللي ممكن اخدها؟ والله انت عندك 4 ليفل هنا.
اول ليفل الفاونديشن ليفل مؤسسه، يعني ازاي تدير مؤسسه. الانترميديت ليفل وده فيه حاجتين، لايف سايكل ستريم وحاجه اسمها ايه كابيليتي، ها كابيليتي ستريم، وفي الاي تي اي ال اكسبيرت وعندي الاي تي اي ال ماستر. الفاونديشن ده بيتكلم في ايه بقى؟ ها بيتكلم في 5 ليفل اللي هما الايه اللي احنا شفناهم من شويه، اللي هو السيرفيس ديزاين والسيرفيس استراتيجي والاستراتيجي والديزاين والترانزيشن والكلام ده. الخمسه اللي احنا قلنا عليهم دول 5 كتب، يعني الكورس كله بيتكلم في 5 كتب، كل كتاب متقسم لحاجه ازاي بتمانجمنت السيرفيس جواه، تمام. فهنا بيقول لك ايه، انت لازم تبقى عندك understanding of the ITIL framework and how it may be used to enhance the، ليه بقى؟ عشان quality of IT service management ها within an organization. يبقى الحكمة من ان انت بتدرس الفاونديشن ليفل دوت ان انت يبقى عندك understanding لبعض المفاهيم او البيزك، خلي بالك بيزك هقول لك تاني، بيزك understanding of the ITIL framework. يعني انت لازم require يبقى عندك البيزك اندرستاندينج مش كل المعلومات. يعني ايه؟ مش فاهم. يعني انا وانا بدرس الكورس مش هاخد المعلومات كلها؟ هقول لك انت هتاخد العناوين كلها، كله هيعمل معاك كده، بس انا وانا بشرح لك ها مستحيل حد في العالم هيديك المعلومه كلها. ليه؟ لان انا عندي اكسبيرينس صح، وانت عندك اكسبيرينس حتى لو انت لسه ما بقالكش شهرين شغال او شهر حتى، وفي فلان ده عنده اكسبيرينس ثانيه خالص، وفي حد عنده 10 بقى له 10 سنين عنده اكسبيرينس وهكذا. فهل انا زيه؟ تقول لي هو اللي بيقعد اكتر يبقى خبرته اعلى؟ هقول لك لا مش كده، اللي زيه في الـ في الـ في الايه في الحصيله في النولج. انا ممكن ابقى بخبره سنه بس عندي معلومات اقوى من اللي عنده 5 6 سنين خبره. قول لي ما بنشوفهاش، ده دايما في الشغل يقول لك ايه خبره سنتين، خبره 10 سنين، خبره 7 سنين، صح كده؟ هو ليه؟ هو عشان يبقى عنده من الاندرستاندنج ها ما يفوق البيزكس واعلى شويه يفيده في شغله، فالدنيا عنده تبقى ايه الراجل اللي جاي يظبط له الدنيا ده يبقى سريع قوي قوي معاه. فهي دي الحكمه ان انا اقول لك انا عاوز حد خبره. بس انا ممكن ابقى خبره تسالني واجاوبك كويس جدا وابقى معاك زي الفل، وانا خبره شهر مثلا وزي 10 سنين. فدي بترجع عليك انت الاندرستاندنج نولج بتاعتك، خلاص. فهنا الكورس ده بيديك ازاي تمانج او ازاي تطلع كواليتي اوف اي تي سيرفيس، خلاص، للمؤسسه بتاعتك. فبيديك البيزك وعليك انت بقى تفكر فيه. تقول لي هو انا ده انا باخد الكورس وبدفع فلوس عشان افكر يعني ولا عشان اعمل ايه؟ هقول لك لا، هو الكورس ده قائم، هديك مثال زي كورس التنميه البشريه. كورس التنمية البشرية بيعمل معاك ايه؟ ها؟ كورس التنمية البشرية بيقوم جاي قايل لك والله في حاجة اسمها مثلا لو عاوز تنظم العمل وكده وانت راجل مدير في يعني جزء كده اسمه مانجمنت، فلازم هتعمل ديليجيشن، ولازم تخلي الناس تحبك، ولازم تخلي التيم ده يكون مرتبط ببعضه، ولازم يبقى فيه تنافس ما بين لو لقيت 2 أقوياء مع بعض فده لازم تخلي ده متنافسين مع بعض بس بشرفه. كلام اصلا كله عادي، يعني الكلام ده كله انا عارفه وحضرتك عارفه وكلنا عارفينه، صح كده؟ طب هو بيقول لي ليه كده الكلام ده وانا ببقى مستمتع؟ هو بيبص بيفكرني بالحاجه دي اللي انا ما بفكرش بيها. يعني انت قاعد بتسمعني دلوقتي، فهل فكرت في الديليجيشن وازاي المانجمنت والكلام ده؟ ما فكرتش فيها، صح؟ بس انا باجي اقول لك ايه؟ هي الحاجات دي كلها عدت علينا عندي خالص، خلاص ما فيش مشكله، هي عدت وانا فاهمها وعارف ممكن اكلمك فيها كمان، ايه المشكله؟ طب انت بتقولها لي ليه؟ والله انا بفكرك بيها عشان انت لما عدت عليك انت ما وقفتش عندها. هو ده الفرق بين كل انسان والتاني. بيجي يقول لك ايه اللي ده واحد بيحسب كل حاجه. يعني ايه بيحسب كل حاجه؟ يعني اي حاجه عدت عليه بيبدا يفكر فيها ويشوف دي تفيده في ايه وايه الصح فيها وايه الغلط فيها. ده انسان كده، الناس طبيعتها كده، خلاص. لكن الاغلب بقى بتاعنا كده اللي ايه اللي اي انفورميشن بتجيلك ها انت فهمتها فعدي، لما تبقى لو جت وقتها افكر فيها، صح كده؟ طب لو انت فكرت فيها في وقتها اول لما جت، ولما جه وقتها بقى ها المعلومه عندك، وعندك ايه بقى؟ النولج عندك فيها، وعندك اكسبيرينس جوه البتاع دي، فمش تاخد وقت ان انت تفكر فيها. فهو بيقول لك كده، فبيقول لك انت يبقى عندك اكسبيرينس عاليه
ازاي تديله شغلك والكلام. فهو ده تنميه البشريه، فبيفكرك بس بالحاجه. هي نفس الكلام يعني، هتلاقي كل الكلام اللي بنتكلم فيه في الكويس دوت حضرتك فاهمه خلاص وفاهم طبيعي، ده اي حد بيعمل الكلام ده اللي هنشوفه ده بعد كده. يعني يقول لك لما تيجي تشتري حاجه، ده في اول مليون مثلا، لما نيجي نشتري حاجه او اول كتاب، لازم تخلي بالك من ان انت مثلا ايه توفر قد ايه من الفلوس والقيمه قد ايه، وتعمل تخلي بالك ان يبقى في متغيرات في السوق في الاسعار وكده، فتعمل باك اب تخلي بالك. فده الحاجات اللي هو بيبدا يقولها لك، تمام. طب الحاجات دي طبيعي جدا، انا لما باجي اشتري حاجه ببقى عامل حسابي في كده، بس انا بخليك تفكر فيها من دلوقتي، بحيث انت لما تيجي تتحط في الموقف دوت انت عندك بلاننج حطيتها قبل كده، بناء على ايه؟ شوية نوليدج انت اكتسبتها من واحد زيي، من واحد زي حضرتك، من واحد صاحبك، من واحد من المدير بتاعك، وهكذا. ففقط هو بيديك بيقولك ايه، دعوة للتفكر، فاهم؟ هو بيقولك في كده دعوة للتفكر، ازاي نعمل كواليتي اوف اي تي سيرفيس مانجمنت ويز ان ان اورجانيزيشن، هو ده معناه، تمام. طبعا ايه بعد كده بيخليك انت يعني حاجه برايفت نولج، تخليك تفكر في ان انت تبقى بروفيشنال ازاي في الشغل بتاعك، ومع التيم بتاعك، ويبقى في تعاون ما بينكم وما بين بعض. نقدر نسميها مثلا شيرد انفورميشن. الانترميديت ليفل ده عباره عن يعني الاي تي اي الفاونديشن ليفل دوت، ده الكورس بتاعنا اللي احنا هنتكلم فيه فيرجن 3. بيتكلم في خمس كتب خلاص، كلهم في امتحان واحد. الانترميديت هنا متقسم لحاجتين، لايف سايكل ستريم خلاص، و كابابيلتي ستريم. اللايف سايكل ده خمس كتب بيتكلموا برضه في ايه، في الخمس حاجات اللي هم السيرفيس استراتيجي والسيرفيس ديزاين ترانزيشن الاوبريشن الكونتينوال سيرفيس امبروفمنت اللي هو خاصه بمين، بالاو جي سي خلاص اللي هي موجوده في UK خلاص. بيكلمك في الحاجات دي بس بتبقى ادفانسد شويه، يعني هي بيلد عليها. دول خمسه سيرتيفيكتس منفصلين عن بعض عكس التانية، عكس الفاونديشن. الانترميديت كابابيلتي ستريم بقى ده بيتكلم في ايه، في اربعه سيرتيفيكت، يعني لازم معاك تسعه هنا خلاص. بيكلمك في حاجات بتبقى مختلطه ما بين فيرجن 2 فيرجن 3 خلاص، وبعض الحاجات الاقوى شويه في نفس الكونسبت، يعني هي نفس الحاجات بس معلومات هي زياده. الاي تي اي ال بقى اكسبيرت اعلى شويه. والله دي بقى بيبدا يكلمك في ايه، انت الاول بس عشان تاخدها يبقى انت لازم تبقى معاك الاي تي اي ال فاونديشن، ومعاك الايه الانترميديت بتول ليفل بتاعتهم. نفس القصه، هو ما بيزودش حاجه، هو برضه بيكلمك عن نفس الحاجات دي، المنهج دوت بتاع السيرفيس مانجمنت، هو كله سيرفيس مانجمنت خلاص، بس بيزود لك بعض الانفورميشن اللي خاصه قوي بقى بمين، بالناس اللي عندهم خبره عاليه قوي، اللي هو الاي تي مانجر مثلا خلاص، او الكونسلتنت، الناس اللي هي قويه جدا دول، اللي عنده استعداد يبني شركه من دلوقتي مكونه من 10000 جهاز مثلا، هو ده، وسيرفرات مثلا قد كده خلاص. حتى تبص في الصوره دي تفهم الدنيا ماشيه ازاي. في عندي بقى الليفل الاخير اللي هو الماستر، اول واحد فوق خالص اهو. الماستر دوت طبعا بيبقى هاي ليفل، حاجه قويه جدا. واقدر انا اقدر يعني باختصار ليه كده، يعني هو مش من الصعوبه ان حد يوصل له، بس الليفل دوت اللي بيوصل له ده واحد بيحط الماتيريال. يعني ايه؟ واحد بيفكر دايما ازاي يعمل ديفلوبمنت للسيرفيس. انت بتفكر ازاي تستخدمها صح؟ انا بديك السيرفيس عشان تستخدمها، بس ده بيحط، ده اللي بيحط الستاندرد. ده واحد عنده استعداد يحط ستاندرد لاي شركه عادي خالص، ستاندرد ايه؟ الكواليتي خلاص. طيب الاكزامينيشن انستيتيوت دي في بعض الاماكن لو تحبوا تشوفوها يعني تقروا عنها، انا اوقف لكم الاستاذ شويه خلاص. اللي ممكن اللي هي بتطلع الامتحانات دي معلومه عن كل مكان من دول، اشهرهم ده اللي هو الايه الاكزين دوت او الاي اكس اي ان. طيب مش تفرق معاك خالص المعلوماتيه دي، بس يعني ده اشهرهم يعني. طيب احنا كده خلصنا اول فيديو اللي هو الفيرجن 3 كواليفيكيشن سكيم. يا رب تكونوا استفدتوا من المحاضره الاولانيه دي ان شاء الله. والكورس بس احب افهمكم حاجه، ان الكورس دوت مستحيل انا هقول لك كل حاجه فيه، ولا حضرتك هيبقى عندك كل معلومه، ولو سمعتني وسمعت غيري برضه ما عندكش المعلومه كلها، لان احنا بنتكلم في بابليك فريم ورك، يعني مربع فاضي كله بيحط اي حاجه حتى لو معلومه غلط. بس هو اجتهد وحط المعلومه، فبالتالي ايه
انت بقى ما عليك تفكر في المعلومه دي وتقيسها على الواقع بتاعك، فادتك ولا ما فادتكش. هو ده بالظبط شبكه وسط تنميه بشريه، بس ده بينمي بني ادمين وده بينمي ايه سيرفس او اي دي سيرفس. لو انا سجلت الكورس كله كفيديو كده هنجد صعوبه شويه. هو سهل جدا ان انا اديك المنهج، يعني ايه اقول لك والله الفيديو الفلاني بيتكلم عن كذا وكذا وكذا ويقصد كذا ويقصد كذا ويقصد كذا وانت تفكر. بس هو فعليا الواقع ان انت ما ينفعش الكورس يشرح كده، لان انا مهمتي ان انا بفكر معاك شويه. انت عمرك خدت كورس تنميه بشريه مثلا ولقيت ان الاستراكتور بيقول لك مثلا ايه مانجمنت يعني اداره مش عارف ايه يعني كذا؟ لا ما بيعملش كده، هو بيقوم ماسك لك واحده واحده، ممكن واحده خلاص بتخلص المحاضره كامله صح، فتلاقي الكورس ممكن يطول او يقل، فمش بيربطينه بعدد ساعات غالبا يعني ماشي. فالكورس هنا هو لو انا سجلته فيديو يعني انا متاكد ان الافاده فيه مش هتبقى كبيره ولا ليا ولا ليك، لان المعلومات دي اكيد انا عارفها وقريتها كتير وذاكرتها قبلك، فعشان كده بسجل لك حتى الفيديو، فعندي المعلومات دي، فسهل جدا ان انا اقولها لك تاني واقول لك انا بفكر ازاي، فانت بناء عليها هتفهم فكري انا خلاص، وتقوم واخد الفكره بتاعي دوت زائد الكونسبت اللي موجود في الكتاب او في كل ميديول، تركبه بقى على طبيعتك انت وعلى الواقع بتاع الشركه بتاعتك انت عشان تبدا تنفذه. فبالتالي لو احنا خمسه في اللاب وانا السادس بتاعكم اللي بشرح مثلا، انا بشرح الكونسبت وبديك طريقتي او بوديك الواقع بتاعي انا، او مش الواقع بوديك الديزاين اللي في دماغي انا او البلاننج. فمعانا تانية، معانا ناس تانية في اللاب كل واحد عنده الديزاين بتاعه، فهيفيدنا بيه وهيبقى في شيرد انفورميشن ما بيننا. فهو ده الكورس، ده هيبقى حلاوته في كده وهنفهمه كويس جدا كده. اسيبك من كلام والمصطلحات والكلام اللي هيبقى فيه اللي انت هتشوفها دي، هو بس بيبدأ يعني بينمي لك دماغك ويديك كونسبت وكده، يعني زي بالظبط الكورسات التنمية البشرية. بس ايه لازم هيبقى يعني كويس، مش هيبقى لذيذ قوي لو انا شرحته فيديو بس كده، او مش هو هيبقى كويس بس الافاده فيه مش هتبقى عاليه قوي، يعني نفسي انا استفيد منك وانت تستفيد مني وهكذا. فهحاول بقدر الامكان لو كويس هحاول، لو هسجله فيديو برضه نحاول في جمعيه رساله مكان ما انا بدي الكورسات بتاعتنا، يعني هيبقى في شبه سيمينار مثلا كده او تبقى محاضرات، بس انا بس يعني مشكله الوقت عندي لسه هتتظبط، وان شاء الله يعني هحاول ان انا اشرحه لكم ان شاء الله ربنا سهل. يا رب تكونوا استمتعتوا بالمحاضره دي وفهمتوا يعني اي تي اي ال بتتكلم على ايه، والانترودكشن هتفهمكم اكتر ان شاء الله، والله المستعان. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.